نهب ثروات الأمة مسألة شديدة التعقيد، وربما تتطلب سنوات للتدقيق في أرقامها التي أصبحت الشغل الشاغل للحكومة التونسية المؤقتة، وتقض مضاجع التونسيين لفهم هذه القصة التي تروي في فصولها عمليات الفساد التي أحاطت بالرئيس المخلوع بن علي وعائلته. فالتقديرات الحالية تشير إلى أن حجم الأموال والمنقولات المسروقة بلغت نحو 12 مليار دولار، وهي نتيجة تراكمات امتدت على مدار 23 سنة، فهذا المبلغ يشكل حوالي 60% من ميزانية الدولة للعام الحالي. فهذه الثروات جاءت من الامتيازات الضريبية والامتيازات في الاستثمار إلى جانب السوق السوداء، وهي مسائل كانت عالقة أمام الاستثمار المكثف، لأن المنافسة في الاقتصاد التونسي لم تكن نزيهة وشفافة. أهم القطاعات اللي تدخلت فيها العائلة الحاكمة السابقة في تونس هي توجد في قطاع الخدمات، وأهم القطاعات هو قطاع النقل وقطاع المواصلات وقطاع النزل والمقاهي والمطاعم وقطاع بعض المؤسسات المالية. هذه القطاعات تمثل حوالي 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي. قصص كثيرة لا تنتهي عن عمليات النصب والاحتيال التي قامت بها عائلة زوجة الرئيس بن علي ليلى طرابلسي وصهره صخر الماطري، الذي فاجأ الشارع التونسي في آخر عملياته لنهب المال العام باستدانته نحو 300 مليون دولار من بنك الإسكان قبل فراره. لا فامي بخوش بن علي، أعمال النهب والسرقة بدأت بالقروض التي سهلتها بعض البنوك الوطنية، وحاولت عائلة بن علي السيطرة على عدد من المصارف وامتلاكها. مثلا العملية التي قام بها صهر الرئيس صخر الماطري مع بنك الجنوب الذي اشترى سنداته من دون مقابل، ثم باع هذه الأسهم لنفس البنك بعدما تحول إلى البنك التجاري مقابل 20 مليون دينار وضعها في جيبه. هذا مثال بسيط على عمليات السلب والنهب والعمليات المشبوهة التي قامت بها عائلة بن علي. امبراطوريات استحدثتها مافيا طرابلسي والماطري كما يطلق عليها التونسيون، فهذه المافيا وضعت يدها على معظم قطاعات الدولة ومقدراتها، واشتغلت في الأعمال غير المشروعة كالمخدرات وتجارة السلاح وتهريب الذهب والألماس، والقائمة تطول وتطول وتطول. شركة فورد واحدة من مئات بل ربما آلاف الشركات التي وضعت عائلة طرابلسي يدها عليها، وما زال رجل الشارع التونسي يجد صعوبة في استيعاب حجم المبالغ التي تم نهبها، ويأمل أن يستيقظ قريبا وقريبا جدا من كابوس النظام السابق وحاشيته. خالد الأيوبي، الجزيرة، تونس.